هبتدي مع أستاذة رضوى. نفسي تشرح لنا المظلة الكبيرة. احنا اللي فهمناه انه في كتير من المبادرات البيئية موجودة في مصر، بالمناسبة من قبل كوب 27 بكتير، مش كده؟ يعني انتوا كان دوركم ايه؟ احنا بدأنا في 2019 بحكم ان انا صحفية، كنت بقابل يوميا كتير من المبادرات، شباب جميل عنده أفكار واعدة، لكن للأسف في البعض منهم ممكن يتعثر في الطريق، ممكن فكرته تقف لنقص التمويل، ممكن فكرته تقف خالص وتتلغي بعد ما يكون مشي خطوات فيها، لأن هو معرفش يسوقها، معرفش يوري العالم قد إيه فكرته رائعة، مش بس بتخدم البيئة لكن كمان بتخدم مجتمعه، بتخدم السيدات، بتخدم ضيوفنا اللي جايين من الخارج. فوقتها وبدعم من الاتحاد الأوروبي جت الفكرة، احنا ليه ما نعملش منصة تجمع فيها كل المبادرات البيئية. وقتها أطلقناها في 2020، وكان معانا دكتورة ياسمين فؤاد دعمتنا بشكل كبير قوي في وزارة البيئة، دكتور أشرف صبحي في وزارة الشباب والرياضة، وأطلقنا وقتها وكان معانا مجموعة كبيرة قوي من المبادرات من أسوان والأقصر وسوهاج ومن البحر الأحمر لغاية إسكندرية ومرسى مطروح وسيوة، أطلقنا وقتها شبكة المبادرات البيئية. مع اقتراب مؤتمر المناخ قررنا إن احنا نعمل لها منصة إلكترونية سميناها الشباب والمناخ، وهيكون لينا تواجد إن شاء الله في مؤتمر المناخ في صورة بيت المبادرات الشبابية الخضراء. ده هتجمع كل هذه المبادرات عشان نعرف العالم قد إيه إحنا عندنا أفكار بصراحة رائعة وجميلة. يعني لو أحكي لك قد إيه إحنا عندنا أفكار شبابية متنوعة، أنا متهيألي جدا.